خطر والله خطر والله خطر. المسلسلات الهندية والتركية المدبلجة تغرق فتياتنا وشبابنا في مستنقعات رذيلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. مرت سنوات حتى نسي العالم المسلسلات المكسيكية وخطرها على المجتمع، ثم ما لبثنا أن جاءتنا هذه الصرعة، صرعة المسلسلات التركية والهندية المدبلجة لتغزو أبنائنا وفتياتنا وتدس السم في العسل. فقد انتشرت يا أخواني في الآونة الأخيرة بعض المسلسلات التركية والهندية الهابطة والماجنة المدبلجة إلى العربية، سلبت عقول كثير من الشباب والفتيات وحتى الصغار وحتى الآباء والأمهات في بيوتهم، سلبت عقولهم وأفقدتهم وعيهم في الليل وفي النهار وهم يتفرجون ويشاهدون هذه المسلسلات. ما تدخل بيتا إلا وهم على المسلسلات التركية، ما تجد أحدا عنده جوال إلا وهو يشاهد هذه المسلسلات التركية. أعوذ بالله يا أخواني، هذه رذيلة، هذه والله تستوجب غضب الله علينا. اتقوا الله يا أخواني في مثل هذه المسلسلات التي لا تصلح مجتمعا بل تفسد المجتمعات بأسرها. تأتي هذه المسلسلات الهابطة لتقتل ما بقي من الأخلاق والقيم الإسلامية. المشكلة يا أخواني أن هذه المسلسلات الهابطة والماسخة تدعي أنها تناقش قيم المجتمع والأسرة ومشكلات الفقر والبطالة والجوع والطمع، وهي والله عكس هذا، بل هي تفسد المجتمعات أكثر مما تناقش قضاياها. هذه المسلسلات يا إخواني تبث سموما وتنشر أخطارا والله خطيرة، خطيرة جدا جدا. ومنها تشجيع العلاقات المحرمة القائمة على الصداقات والزنا بين المحارم وبين الأصدقاء بحجة صديق وصديقة، وهذا والله بحد ذاته كفيل إلى أن يدمر الأسرة بكاملها.